الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج صباح العرب. مرحبا بكم في هذه الصبيحه الجديده، مرحبا بكم، ان شاء الله يكون نهاركم زين ومبروك. مباشره لاغنيه تريحوا بها ثم ننتقل الى اركان مفيده لك انت سيدتي لعائلتك ولطفلك. اذا خليكم مع هذه الاغنيه ثم نعود. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. هذه في خاطركم كل ما والشوية وناس عينا البيضة وكاربة وناس خنشلة وناس باتنا مروانة وناس وهد الموباريكا يا بك الشوية
مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل الغنائي نروح مباشرة لضيف اليوم. حضر معنا ياسين تيغر، مغني طابع صيفي بالجزائر. صباح الخير ياسين ومرحبا بك. صباح الخير، الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش غنقول لك، راني فرحان بزاف كي على الدعوة هذه، ونشكركم بزاف. احنا 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 وسيلنا سعداء اللي شرفنا بحضورك ولبيتنا الدعوة، نشكرك. ياسين، حياتك الفنية، ننتقل مباشرة إلى حياتك الفنية. قدم نفسك للجمهور، بالك ما يعرفكش، بالك ما سمعكش. نقول لهم ياسين بدا الفن تاعو، يحب الفن تاعو. بديت الفن تاعي أنا شوي صغير، كان في عمري 12 عام، درت أول كاسيت تاعي، درت على الأميمة، كانت غنية على الأميمة، مشات لي شوية في الكوتي تاعنا ثم في الشرق. ودركا راني ديما مع ستيتي، غني راي، غني ستايفي مغربي. وديما مع جديد، عندي نحب نغني الاغنيه اللي نضيفها لي يسمعها كامل الناس، العائلات اللي تدخل لديار الناس. ونقول لهم راني ديما معكم جديد وكاين جديد. ان شاء الله ان شاء الله. شحال من البوم راهو في الاسواق يا سيدي؟ عندي دركا عندي 32، عندي 32 البوم. الله يبارك. الاغنيه اللي لقات نجاح ولقات رواج كبير في الاسواق. الأغنية اللي أول سيكسي تاعي كان في السنة 2004، أغنية تاع نصدم بالموز بالمكحلة والكابوس، وكان أغنية أخرى فما نفس الألبوم. محبوبة للآن كاين يسمعوها. كاين بزاف اللي عاودوها في تونس، هنا في الجزائر. وأغنية واحدة أخرى ثاني كان في نفس الألبوم ثاني، مشات لي في ألبوم واحد يلي تكويت غرب الكيا، كتبتها ثاني. الحمد لله. شكون اللي يكتب لك اغانيك ويلحنهم لك؟ كاين اللي كانوا يكتبوا لي، وكاين اللي كتبتهم وحدي، كما تاع الميمه كتبتها وحدي، تاع اللي تكويت بالكيه كتبتها وحدي. ديما نحب نحس واش كاين. يعني مخرجنا مشاهدينا الكرام ويقول لي، قولي لي ياسين يدير لنا مقطع من نضربك بالموس والمكحله والكابوس. شاوي قال لك هو. ايه شو راح نقول لك؟ مخرجنا هو اللي يطلبها. معليش يعني. قول المخرج من بعد كي يخلصوا ان شاء الله غني لهم. وعدك مخرجنا، وعدكم مشاهدي الكرام في الختام يختم بها. نرجع مباشره، قلت لي باللي كاين ملحنين يلحنوا لك وكاين تكتب الاغاني وحدك. انا كنا بكري كنت نحب نشوف واش اللي يكتبوا، واش مسيج يكتبوا، واش يخرج عليا. ولقيت براسك اللي نكتبهم انا مولي راهم يمشيوا لي. ولقيت الناس ثم يحفظوهم تسمى والف الغنى تاعي. والحمد لله دوك راني في مستوى مليح، وراني الحمد لله يا ربي عايش. الاغنيات اللي غنيتهم وكان في البوماتك، عشت القصه ديالهم ولا عاشوها الاصدقاء والاهل؟ بون، كاين اللي عشتهم انا كيما الكاسيت الاولى اللي غنيتها على الميمه. انا عندي نحكي وها نورمال اللي ما فيها والو، عندي الوالدة تاعي والوال تاعي متسيباريين، غنيت عليهم بيسك انا عشت وحدي عند كيما يقولوا جدة وجدي، عشت عند بيت جدي، غنيت على الوالدة تاعي ودقست بالغنية هذيك بزاف. والحمد لله. الحمد لله يا ربي، الان راك راجل. الحمد لله. الحمد لله، وان شاء الله هاي مليح الوقت كي يفوت على بيريود هكذا. فوالا، هذيك لا بيريود هي اللي تربي الشخصيه وتولي واحد يكون قوي في الحياه ديالو. وانا نقول للناس، نقول لهم لازم تستحفظوا بالوالده تاعكم، وربي يخلي لهم والديهم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.
مشكور. حياتك الشخصية ياسين، طابعك، مزاجك اليومي، عصبي أم غير عصبي؟ بون، واش راح نقول لك، احنا لي زارتيست، نحكي لي زارتيست كامل، ما عندناش وقت بزاف في الدار. يعني مقلق. ما نضالوا اليوم، انا خدامين هنا غدو خدامين لي سيرتو العراس. العراس كاين كيما تقول على الشرق كاين العراس بزاف. اليوم انا في قسنطينة، عندنا بادزاير، كل يوم وين. مي في الدار نروح هكذا نورمال، ما عنديش مقلق يعني. بروبليم، شويه نقلق في الدار هكذا مع العائله، مي برا مع صحابي بيا، مع الناس بيا، كاين اللي عيطوا لي نروح ليهم. ويعني كي تقلق انت في الدار تعاود تولي بالخف، تعاود تولي نورمال؟ عم بعد نولي نقول لهم سمحوا لي، نقول لهم والله ما يعني حنون القلب، طيب القلب، ربي يخليك ان شاء الله طيب. احنا موضوعنا لنهار اليوم مشاهدينا الكرام، موضوعنا لنهار اليوم ياسين، نروح شويه نخلو لك، نخلو نريحوك شويه، نروح لموضوعنا. موضوعنا لنهار اليوم الذهب، الذهب يعني هذاك الحلي البراق اللي ينسى يستعملوه كزينه تكمل جمال المراه. في الاونه الاخيره وين نلاحظوا عزوف مشاهدينا الكرام، وين نلاحظوا عزوف الجزائريات عن الذهب، ولو يلبسوا بلاكيوغ ويخلوا الذهب. احنا 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 انتقلنا الى الشارع، وزميلتنا هبه جوادي جابت لنا اراء المواطنين حول عزوف الجزائريات عن الذهب ولبسهم الذهب المقلد يعني البلاكيوغ، وعلاش وعلاش عزفوا عن الذهب، وعلاش ولاو يلبسوا البلاكيوغ في الاعراس والمناسبات. حنا نروحوا نشوفوا، نروحوا نشوفوا ياسين تيغغ معنا، ثم نعود مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا. بالك باسكو المعيشه غلات، باسكو مي الذهب تبقى قيمته ما طيحش، كاين دي زوكازيون وين بسيف عليك تشري الذهب، كما في الخطبه ولا بسيف تشري الذهب. بريميرمون بالنسبه ليا الذهب لور اون جينيرال سي ان سيمبول دو مالور، باسكو تركز فيه الامور الماديه والانسان، بور موا سي ان سين دو مالور. والفضه حنا نعرفوا في مثلا في الناحيه في يعني في الجهه القبائليه ما يستعملوش ذهب الفضه، يعني ناس اذكياء يعني ما يعتمدوش على الامور الماديه. والذهب انا ما نحبوش في الحقيقه. باسكو يعني دوك الناس نقولك بكل صراحه، سي بنتي الناس ما باباها ما يخرجش مليح، سي بايا ما بالك ما تخدمش، بالك جاي يروحوا مساكن بلاكيور باش تشري كيما قولك تشري ب 500000 تشري الذهب كامل بلاكيور، تقول لك نروح به العرس ولا كذا. الناس ماشي الحق، ماشي كيما بكري، كل واحد مقدوره. انا كان عندي ذهب، عندي دراهم نشري لمرتي ذهب، ما عنديش نشري لها نحاس. في راي الله غالب، باسكو دون با لي موان ما عندهمش الامكانيات باش يشرو، يعني لا غالب. باسكو لا غالب كاين مساكن الناس اللي ما عندهمش، كاين اللي يتصدروا بالبلاكيور، والله يحسن العون، باسكو هادي يعني الانسان ليسونسيال يتجوز حوالو وخلاص. باسكو الدراهم ما كاش، دوك الدينار هبط، دوك ما باش يشريو الذهب. بلاكيور تقول لك انا نروح نحمر وجهي في العرس، ما يفيقوليش باللي ذهب، وراه ما يفيقوليش باللي يا ودي بلاكيور وراني نتجوز في العرس. بون بكري كان الذهب يقولوا الحديده الشديده، فهمتي، وحده تحصل واحد يحصل كذا، ما عندهمش باش يوكلوا ولادهم تو سا، تخرج الذهب معناتها ماهوش فريمون للزينه. مي البلاكيور جو بونس يقدروا يخرجوا به برا، ما كاش لي ياغريسيهم ولا ينحيو لهم. درك انا واش راح نقول، الذهب غالي، درك الذهب ما باليش انايا، الذهب بكري كان رخيص، درك الناس دير العراس تاعها المرا كاينه الناس تشرط محزمه كومبليت على محزمه مذاهبه بالواقع، طاحت في واحد زوالي ما عندوش، راح جاب لها البلاكيور كيف ما. يا خويا البلاكيور علاه بلاكيور رخيص والذهب غالي؟ عدنا مشاهدينا الكرام، كما شفتوا الكثير من الجزائريات يقول لك عزفنا عن الذهب لغلاء اثمان، يعني البخي طالع بزاف، وكاين اللي يقول لك باش ما يضيعناش ونخبوه الشدايد كما يقول لك الحدايد الشدايد. نسقسوك انت يا ياسين، انت من الشرق الجزائري، والشرق معروفين بالذهب ويلبسوا بزاف الذهب، انتم في الشرق مازالهم يلبسوا الذهب في الاعراس؟ واش راح نقول لك، انا نحكي على روحي، انا واحد من الناس زوج اختي ما عندهاش بزاف، مبروك عليها، نقول لها تحيه، اللي نحيها ونقول لها زوج سعيد ان شاء الله بحياتها وربي يهنيها بحياتها ان شاء الله يا ربي والبركه، زوج دوام. وعندي واحده اخرى ثانيه راهي قريب تتزوج، نقول لها ثاني ربي يهنيك في حياتك ان شاء الله يا ربي. واش راح نقول لك، دوك ولا يلبسوا البلاكي بيسكو غلا الذهب بشويه، غلا بزاف الذهب دوكا، كاين اللي ما عندهاش كاين، وكاين اللي عندهم. احنا في الكوتي تاعنا تاع الصيف يحبوا يلبسوا بزاف، كاين حتى اللي يلبسوا
ب 400 مليون هكذا ذهب نورمال. كاين اللي ما عندهمش ولاو ينوعوا، كاين حتى اللي يلبسوا نص ذهب نص نص بلاتي. كيما انا والله نحكي راه تعبت بزاف مع مع اختي، زعما درت لها ودرت لها حاجه خفيفه ماشي حاجه زعما. يعطيك الصحة، أنت وقفت مع أختك نقول لك أنت محدودة أخت ياسين اللي عندك خو هكا حنون. إذا احنا نقولوا باللي الذهب دائما الناس يخبوه للشدايد، يعني يلقاوه يلقاوه بلوتار، يلقاوه في وقت الشدة. صح، الذهب تسمى كما احنا نقولوا في الصيف نقولوا الذهب تلقاه وقت الشدة. ما على باليش أنا غدوة راح تشري ساكن مثلا، ما عندك ساكن تشري تبيع الذهب يبيعوا الذهب فوالا يبيع الذهب فوالا الذهب راس مال راس مال اكزاكتومون اكزاكتومون عندك دراهم مخبيين فوالا. حنا نقولوا للمشاهدين معليش لا عندكم ذهب خبوه في دالكم خايفين كش ما يضيع لكم ولا ان شاء الله ما يضيع لكمش ذهبكم. ولبسوا البلاكيوغ برك لازم يختاروا الجوده العاليه، يعني في البلاكيوغ كاين ودروك برا كيما حنا دروك برا من الموهل يقدروا يلبسوا زعما حاجه ذهب غاليه ويدوروا بها برا. حنا ان ريسك ليهم. صح اها ريسك. اذا مشاهدينا الكرام اختاروا كما كنت نقول الجوده العاليه للبلاكيوغ او الذهب المقلد باش ما تصابوش بحساسيه في الجلد، لانه يكونتاكتي ديريكتومون الجلد ياسين اوتوماتيكمون تكون عندهم اون اليرجي. ياسين نرجعوا لك شويه، اخر اعمالك؟ اخر اعمالي راني موجد دوز البوم. عندي واحد راي البوم راي راح يخرج هذا الموسم ان شاء الله. وعندي واحد كوكتيل فيه مغربي فيه سطايفي فيه شاوي. حبيت سي شويه شاوي بيسك غنيت خطره واحده وغنيت شاويه. اغنيه شافيه، يعني الاغنيه الشاويه تختلف عن الاغنيه السطايفيه؟ كيما كاين دوك سطايفي وسطايفي، كيما سطايفي تاعنا هو سطايفي بير. سطايفي بير ديال سطايفي هو معروف سراوي في سطيف هو معروف بالسراوي. وكاين سطايفي دوك هذا كاين سطايفي مودرن. كيما انا ديما في كل البوم نحب ندير اغنيه بالطابع تاعنا بالطابع سراوي. سراوي داكوغ، سراوي يعني تسمى المنطقه تاعي برك هكذا نحب ديما. كاين نساء في ولايه سطيف يغنوا سراوي بلا 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 والو بصوتهم فقط. بصوتهم ديما هذيك في العرس، العرس تاعنا ديما تلقاهم ويا هزين صحن هكذا ويغنيو بيهم تلقى نساء يغنيو. جماعه تاع النساء يتقابلوا ويغنوا سراوي. نحييهم ولايه سطيف. مين انت يا شكون ليدول ديالك في الغناء؟ شكون تحبوا؟ شكون اللي كنت تحب توصل باش دير معاه ديو ولا تحب تغني كيما هو؟ فنان يعني البريفيري تاعي. فنان البريفيري تاعي كنت انا في نحكي في السطايفي ماشي في الراي. نعم قول لي الراي. في السطايفي تسمى انا كي بديت كي بديت نبان شويه هكذا وذاك كنت نحب نغني كيما خلاص دير سيكسي كبير خلاص شاب خلاص حي بالمناسبه هذه. شاب خلاص تحيه ليك. وما في سطيف ثاني عندنا فنانين كبار وكيما سمير سطيفي الله يرحمه. الله يرحمه عنده ستيل تاعو ما يموتش الضوء مازالوا يسمعوه والضوء مازلنا نغني في الاعراس الغنى تاعو. يطلبوه من الجمهور يطلبوا الغنى؟ يطلبوهم في الاعراس هكذا كيما عرس فاميليا لازم نغنيو سطايفي بير تاعنا. كان حتى اللي يشطحوا ونسى يشطحوا ويبكيو. كي يسمعوا الغنى تاعنا تاع سطيف كاين كيما بكاك شي الخير كاين عندنا فنانين و كنت انت تحبهم هذو نحبهم وغناهم غناهم نقي غناهم نعم غناهم نقي غناهم شغل رساله هكذا رساله باش يحيى هذاك الفن الراقي تاع سطيف تاع بكري. في الاغنيه الرايويه شكون في الاغنيه الرايويه كنت نحب نسمع الضوفة كنت نحب نسمع حسني. كنت نحب نسمع شاب رضا. تميل للاغنية العاطفية بكثرة؟ الاغنية العاطفية عندي اغنية سونتيمونتال تخرج في الالبوم هذا ان شاء الله. ان شاء الله تنال الاعجاب ان شاء الله ان شاء الله. في الصيف اللي فاتت يعني في ليالي رمضان احنا جاز رمضان في الصيف اوتوماتيكمون كانوا يخرجوا العائلات. بون شنو نقول لك انا رمضان السنة فوته هنا في الجي. فوتوا هنا وفوتوا بيا ماغري كنت شويه بعيد على الدار. مي حسيت روحي شغل راني في الدار عندي صحابي لان جاوني وكثر خيرهم وكل يوم يديوني نفطر عندهم ونقول لهم كثر خيركم كيما عماد الواحد نحيوا بالمناسبه هذه. نحيوا والحمد لله ما حسيتش روحي زعما شغل راني بعيد. ما حسيت روحك غريب، حسيت روحك راك في ولايتك يعني الله. الجزائر كلها راهي بلدك. احنا رانا كل بلاد وحده وكل عائله وحده. حيت حفلات مهرجانات في الصيف بون مهرجانات اول مره واول مره اللي فت في مهرجان جميله
نشكرهم عيطوا لي واستقبلوني نشكرهم بزاف. سيتي بيان باسي. وانا والله الحمد لله كنت في المستوى تاعي وكان البيبليك يبوندي لي. وجاني واحد الطراك هكذا كي طالع سمع اول مره في الـ في الـ في المنطقه تاعي وفي المهرجان كبير كما تشوفي. وكنت مع فنانين كبار وبليجي واحد يجي طراك هذا كنت مع حكيم صالحي كانوا كاين فنانين بزاف والحمد لله فات مليحه الحمد لله فات وسهرات الكازيف عقبت العام اللي فات العام هذا ما كتبتش بيسك عندي بزاف لي دات تاع العراس داكوغ وطلبت منهم السماع قلت لهم ان شاء الله هذا العام الصيفه الجايه المدينه ان شاء الله انا ماذا بيا ان شاء الله انا لازم نحب ندي بلاصي نشوف بيبليك اسكو راه يعرفني حاب يشوفني لازم واحد في المشوار الفني تاعو لازم يحب نحب نشارشي على شكون لازم تتواصل مع الجمهور نحب نشارشي كيف راني عايش عند الناس في عندك صفحه في الفيسبوك عندي فيسبوك صفحه تواصل اجتماعي انت في تواصلك مع لي فان ديالك يعني مع المعجبين ديالك تتواصل معهم انت شخصيا ولا عندك شخص مكلف بهذا الشيء نو والله نحكي معهم انا ودرت لهم خضره فيديو قلت لهم باللي عندي فيسبوك واحد وسميت لهم فيسبوك تاعي ونحكي معهم دي فوا نقول لهم حابين نجيو نشوفوك نقول لهم ما تقلقوش اللي كاين عندي الوقت نروح انا ليهم نروح نشوفهم نصور معاهم الحمد لله تسمى هذوما كوميش هذو لي فان هذوكم نحن ما مكانش ان شاء الله يا ربي يكثروا المعجبين ونحييهم بزاف تاع الفيسبوك اللي يعرفوني اللي ما يعرفونيش اللي ما نعرفهمش نحييهم بزاف يحييكم نقول لهم يعطيكم الصحة تيغ من تلفزيون المقام كلمة أخيرة ياسين بون كلمة أخيرة نقول لكم يعطيكم الصحة لميسيون المقام هذه قناة المقام وصباح العرب ويعطيك الصحة تيزاني اللي كبرتي بينا الله يسلمك ونقول لهم يعطيكم الصحة واستنونا في جديد إن شاء الله إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله ما نكونوش ثقال عليكم لا جزنا خفاف إن شاء الله على الجمهور والمشاهدين اللي يشوفوا فينا وأنت كنت خفيف علينا ياسين ربي يخليك قبل ما ننسى أو يذكر فيا المخرج معليش قول لهم بعد نغنيهم ما تغنيهاش مشاهدينا ما يستناو بالك يعني راه جامي صيف حتى انا يعني عندي الكوزان ديالي يحب هاد الاغنيه رياض نحييه بالمناسبه غنيها له ايوا رياض وين اغنيه نضرب بالمكحله والكابوس ايه قول له فكرني فيك كنت صغير معليش غنيها انا يعني معليش ديديكاس الرياض بون حيو رياض خونا نقول له يعطيك الصحه اللي راك معنا راك تشات فينا يحب هاد الاغنيه واش راح نقول له؟ والمخرج ديالنا اللي راه يحوس عليها والصباح ويقول لي لازم واش راح نقول له؟ ما كان غير خاطره نصدم بالموس بالمكحلة والكبوس الريسكي مقمر قلبي دخل عندي مقيوس نصدم بالموس بالمكحلة والكبوس الريسكي مقمر يا بلال ورياض في خاطركم بزاف 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 شكرا شكرا ياسين احنا ياسين عفوا احنا نشكروك على حضورك نشكروك ايضا على تلبيه الدعوه ان شاء الله ماشي مليون ان شاء الله في مواعيد اخرى ان شاء الله ان شاء الله نقول لهم استناوا لي راه عندي كليب مع الانين الكويتيه كاينه شونس درتها خارجيه عندي الكليب تاع حاليا مثلا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يطرح في ان شاء الله يشوفوه ان شاء الله يا ربي يكون على تلفزيون المقام ان شاء الله تعطيهولنا نشوفوه ماك حتى بروبليم شكرا ياسين شكرا وفي مواعيد اخرى ان شاء الله ياسين شكرا مشكور مشاهدينا الكرام نخلوكم مع كليب لياسين تيغ ثم نعود حباس الكور لابس في القهوة كي نتسكر بس نتلوى واش يا خالية معيشة مرة شابي تزيدك وين
شعر فينا يعطى قلبك ولو بيعتينا وكانت وليت يا ميالي حنينا حب سكر دابت القوى كينت سكر بدت نتلوى معيشة مرة بيك حلوة شابتينك ويتي قلبي يا عدوة انتي اللي رحتي وضيعتي بقدرك واللي ليا هيلك بيضاني نحبك حب سكر دابت القوى كيني سكر بدت نتلوى معيشة مرة بيك حلوة شابتينك ويتي قلبي سكر بيت نتلوى معيشة مرة وبيك حلوة شابتينك ويتي قلبي عدنا مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل الغنائي مباشرة لركن صحتي في ماكلتي مع الشيف إسلام. إسلام صباح الخير. صباح الخير زميلتي زهراء. صباح الخير أعزائنا مشاهدين. اليوم كالعادة حضرنا لكم نوع من الخضار اللي يكون صحي 100% وسيينا باش نكريو ونخترعوا روسيت تكون في متناول الاطفال في متناول الجينيراسيون هذه اللي جايه ان شاء الله واللي ما يحبوش نعاودو نكرروا حنا نقدموا دائما اكل نوع من الخضار ولا نوع من الفواكه اللي ربما ما يحبوش اطفال ولا ما يحبوش لي جون كيما حنايا الوغ نسيو كيما قلت لك نديروه لهم في وصفه وفي طبق يكون مشهي وجميل. اليوم وجبتنا عندنا الباذنجان
لي زوبرجين لي زوبرجين تاعنا اما من اكلات لي زوبرجين وي كاين بزاف سورتو لا سيزون هذه لا سيزون هذه اللي رانا فيها فيها بزاف لوبرجين فيها لوبرجين هذه المعروف معروفه هنا في الجزائر فيها كبيره صغيره تحتوي على كثير من الفيتامينات ويوجد ايضا يوجد ايضا باذنجان يعني ابيض مشتج يجي متنوع هذاك يجي ماشي الوقت تاعو دوكا مازال شويه نهضروا اليوم على الباذنجان النوع هذايا هذا الباذنجان كاين ناس يقول لك الباذنجان يسبب في فقدان الذاكره حنايا العكس انا درت بحوث وقمت ببحوث عبر الانترنت وكتب كذلك درنا خرجت لنا نتيجه باللي الباذنجان هذايا يقوي الذاكره تاع الانسان ويساعده في الذاكره يساعده في تنشيط الذاكره في تنشيط الذاكره الباذنجان هذايا كاين بزاف ناس يديروه يا مقلي يا بار اكزومبل مشويه سلطة سلطة مشويه معروفه ولا طبيخه مع الجواز مع لي بلا هذوك لي بلا اورينتال وكذلك يديروا حميص الحميص هذا معروف بهذه القبائل يعني الحميص هذا يخليوا هذا الباذنجان هذا يتقلى هكذاك كاين اللي بيوه في البي مع المعدنوس والطوماطيش وذا كاين اللي يحمروه في النار يقلي يشويوه في النار هو ولا طوماط والبصل وما دايم يكسيوهم يقطعوهم بالويل دوليف زيت الزيتون ابين برك باش تقعد كاين كاين هو دو بريفيرونس يميكسيوهم بيدويا بالسكين بالسكين ولا بالفرشيطه يعني بالشوكه بالشوكه يقدم كسلطه بارده ويجي لذيذ جدا اليوم خيرنا لكم مفاجاه هي لذيذه جدا وننصحكم ديروها هي عباره عن لي كوكوت ولا هو ستان غراتا غراتان هاو كيما راهم يشوفوا اعزائنا المشاهدين هنايا غراتا دوبرجين في لوبرجين تاعنا تكون مقليه شويه نقلوها نخليوها ماشي بزاف انا ما ننصحهمش يديروا كثير من الزيت معناتها ما نقليوهاش في باندويل في حمام مائي من الزيت لا لا حمام زيتي قليل من الزيت ونقليوها شويه نقليوها برك ندير لها شويه سال شويه بوفر ما نكثرولهاش بزاف ونضيفوا لها تحبوا تضيفوا لها اذا كان عندكم راح مرحي فيون داشي اذا كان عندكم بولي اشي اذا كان عندكم الصدر الدجاج البلونت بولي كيما حبيتوا ديروا لها الداخل ليسونسي حنا الهدف تاعنا لوبرجين نقدموا لكم طريقه جديده ومتنوعه ضفنا لها ثاني في القلب تاعها كيما هذه اللي تشوفوا فيها ضفنا لها لو فيون داشي شويه مع قليل من البصل الملحي كذلك سطيناهم قليناهم مليح مع شويه زيت شويه ملح وشويه في الاسود ضفنا لهم ثاني من فوق الجويار ولا فرماج رابي ولا واش يكون عندكم فرماج كيما العاده نقول لكم شعارنا هو ما تتقيدوش بالروسات ديروها وانا شخصيا راني مشاهيتني وراني حاب ناكلها لكم الابداع مشاهدينا يعني عندكم لا باز تاع لا روسات انتم لكم الابداع بيان سور حنا لي دي تاعنا سي كو باسكو على بالك الاخت زهره كرهوا كرهنا من يا باذنجان يا مقليه يا مشويه يا في لي بلا اورينتال حنا سينا نديروها هكا مودرن تنجموا تقدموها للضيوف تاعنا يجيوك دي زانفيتي هكذا على خدعه اللي لوبرجين تاعنا تكون محطوطه في الفريجيدير واش نديروا واش نديروا واش نديروا نبقاو نخمو اي بون فوالا كاين هذا لي كوكوت نديروهم فيهم ولا لي رام كاسوار كيما حبيتو بريزونطابل تخيك سامبل اي بون سامبل اي بو وثاني يكون شهي ومحتوى تاعو ماشي بزاف ماشي حاجه كبيره وهو يقدم ثاني كاونتري كمقبلات مقبلات ساخنه نقدموهم يعني شيء مشهي جدا يعني انا هذيك لا كوكوت اللي راهي تماك رايحه عليك على بالي شكرا رايحه عليك والزملاء تاعنا الكواليس وزميلتي ليلى راهي مهبلتني فاني راهي تقول لي راهي تقول لي غير خلي لي خلي لي خلي لي لا 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 ليلى انا ليلى نوجه لك باللي ما نوجهلكش نداء يعني نقول لك فقط باللي لا كوكوت ليا اكيد ان شاء الله فيه
يعني ويقدروا الاطفال يعني الصغار يقدروا يتناولوه. جوستوم هو الهدف من هذا الطبق اللي قدمته كل يوم بالطريقه هذه. حبيت انايا نكلخوا الاطفال الصغار باسكو على بالك كاين اطفال صغار الباذنجان من هما من ماشي علاقه كاع ما يحبوش. قولي له باريزون تقول له اليوم الام تاعي يوم اليوم واش دارت لي فطور اليوم واش دارت لي شائع راه يقولها ما ناكلوش اقليلي لي فريت ولا ديري لك شي حاجه في الفور. يبان الناس اللي يحبوا الفور اللي يحبوا الكراتا هاي الكراتا واجده تاعنا سهله ما فيهاش ما فيهاش صوالح بزاف سامبل بريبار سامبل ينجموا مام لي جون اللي ما عندهمش علاقه في لا كويزين وما يعرفوش يطبخوا ولا سهله ماشي حاجه واعره. كما قلنا لكم قطعوا لوبيرجين تاعكم قليوها بشويه من الزيت ماشي بزاف حطوها في لو بور تاعنا تاع لا كوكوت تاعنا استيكيوها عمروها لداخل واش حبيتوا اذا كانت عندكم فيون داشي اذا كان عندكم بصل بصل اذا كان عندكم البولي اشي اذا كان عندكم صدى الدجاج اذا كانت عندكم كاع ديروا فروماج برك خليوا لوبيرجين تاعنا هكذاك بالفروماج برك يعني طعم تاعها يعني المكون الاساسي يكون في الفور يكون لذيذ جدا 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 وتكون صحتنا في ماكلتنا وتكون صحتنا دائما صحتنا في ماكلتنا والهدف ديالنا احنا في 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 ركن صحتنا في ماكلتنا يعني دائما ناخذوا من الخضر ولا من الفواكه اللي ما يحبوهمش الاطفال الصغار يعني الاطفال الصغار هما الاجيال اللي راهم حيجوا انا لوبرجين هذه باش المكونات الغذائيه تكون فيهم كما تفضلتي وقلتي 100% وانا لوبرجين هذه يعني طرأت لصفحتنا واقترحوا علي هذه لوبرجين الامهات وكذا اي وصفه حبوا جديده جديده نوعنا 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 جبنا لهم هذه لا روسيت اللي سهله وكما قلتي راهي تشهي راهي باينه باللي تشهي وعلى بالي باللي وعلى بالي باللي النتيجه تاعها والانفيتي تاع الانفيتي اللي يكون حاضر ولا العائله ولا الاطفال الصغار يتشهاو واش يكونوا داخل فيها ويتشهاو ويحبوا يذوقوا واش يكون كاين داخل فيها فيها الفروماج فيها لا فيون داشي فيها ميم تنجمي تتبعي لا باغ اكزومبل السيده اللي راهي تشاهد فينا ولا السيد اللي يشاهد فينا يشوف ولادو واش يحبوا فهمتي اذا يحبوا باغ اكزومبل لو ما يحبوش لوبيرجين يحبوا باغ اكزومبل عفسه داخل تاع خضار ولا عفسه تاع لحم ولا يحبوا باغ اكزومبل بولي ولا تنجمو نديروها ننجمو نديرو حتى الحوت ننجمو اذا كان عندنا باريزوم نوع من الحوت فبيان سور اكيد لوبرجين تجي هايله مع الحوت ننجمو نديروها لداخل نقليو الحوت تاعنا هكا اوندي ولا مرسوات صغار ونقدموها لداخل للاطفال وتكون مفاجاه وياكلوها وصحيه هذا الهدف كاع تاعنا باش ما نهربوش صحية. ما نهربوش وما ننساوش الخضار تاعنا وتكون فيهم يعني واللي غوسيت اللي تجيبهم انت يا اسلام والمكونات الغذائيه تكون فيها يعني قيمه غذائيه عاليه اكيد اكيد اللي باش تكون صحتنا ان شاء الله في ماكلتنا في ماكلتنا كما قلت وتفضلت اسلام واش نقدروا نديروا ثاني بالباذنجان قلت لي سلطات قلت لي حميس جواز قلت لك حميسه الباذنجان تاعنا كاين بزاف لي روسيت كاين ماشي 10 ولا 20 ولا 30 كاين 40 وهذا كثر كاع الباذنجان هذه انا سيتها في اطباق اللي نجحت لي وكان النتيجه تاعها ايجابيه وكانت ضربه للزبائن تاعي ولا العائله تاعي ولا هي هذا اللي قراتها مونجابل مونجابل بزاف ويحبوها بزاف ويطلبوها بزاف كاينه ثاني لا سوب كاينه واحد لا سوب دو بيرجين هذه نوعدكم بها المره الجايه يعني السوب هذيك عظيمه بعد عطيني لا غوسيت انا ما نقاومهاش اكيد ونعطيها ثاني لاعزائنا المشاهدين اعزائنا المشاهدين اوتوماتيكمون في المره القادمه ان شاء الله لانني من عاشقات الباذنجان قل لي فقط اسلام اني شوفك قليت الباذنجان يعني طبقه ويبان لي بلي قيتو بالقشور يعني بالقشر القيمه الغذائيه تكون في قشر سؤال في محله سؤال في محله كيما هضرت في العدد اللي فاتت اللي سبقتنا هضرت على التفاحه والقشر تاع التفاحه ايبا لوبرجين تاعنا هذا الفائده تاعو فيه عنده فائده داخل لوبرجين وكاينه فائده ثانيه في القشرة تاعو القشرة تاعو سبحان الله تساعد عملية الهضم في المعدة في الأمعاء جسم الإنسان وما يكونش كاين الإسهال يعني تساعدنا يعني هي تساعد وتوازن
الاستوما تاعنا، يعني الجهاز الهضمي ما تكونش فيه خطوره وتسهل عمليه تساعد جدا، يعني ما ديرناش امساك ولا لا 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 ما ديرش الامساك وتحبس الاسهال. داكو. يعني اللي كان عنده اسهال على مستوى البطن تحبس له الاسهال، سورتو اذا دارها باغ اكزومبل ان بوتاج ولا اون سوب. داكو. ولا ثاني يجم يقدمها كسلطه، سلطه مع السلطه مع البصل ومع الثوم. نقدر نشوها ونحطها بالثوم. اكيد اكيد كاينه هكذا. ثاني نجمو نقسمو حبه على نصف هكذا، ما يكونوش باريزوب اعزائنا المشاهدين ما يكونش عندهم هذو لي كوكوت، نقسمو الحبه على نصف نفرغوها شويه في الوسط، ما نخليوهاش ماشي بزاف اكزاكتومون، نحيو لا زريعه تاعها ونحيوها، نفرسيوها كش تحبوا فرسيوها بلو بيرجين لا ميم اللي تكون عندنا لداخل مع اون صوص طوماط مع شويه سالي بواف وشويه فرماج من الفوق، وديروها في الفول هكذا كحبه هكذا كومبليمس، يعني تجي بريزونطابل ما نتغيدوش ونخترعوا ونبدعوا وما نبقاش دائما. يعني انا كما تفضلت وقلت لا سالاد تاع لي زوبرجين ولا تاع الباذنجان وتشويها ومن بعد تحطها مع الثوم، انا من عاشقات هذه السلطه. كاين بزاف ناس انا ماما اللي نحياها هي دائما ديرها لي، لازم كي يكون ديرها لي وتعطيني بلا وحدي ناكلو، نقدر ناكلها وحدي. قيمة غذائية عالية يعني في البدنجال، خلاصة القول قيمة غذائية عالية. وكاين وصفات أخرى. وصفات أخرى. إسلام قدمنا خلاصة الفوائد الغذائية اللي في البدنجال، تفضل. الخلاصة تاع الفوائد الغذائية في البدنجال هي تقوية العقل والذاكرة، تنشيط الذاكرة، تساعد على الهضم، وكذلك النساء اللي يحبوا الجمال يحبوا كذا تساعدهم في العضلات تاع الوجه. هذه يعني تحكم عضلات الوجه كي تاكلوها بالزيت، سورتو كي ناكلوها بلا زيت. داكو. يعني قريي هكذا ناكلوها تساعد 100% كذلك. وتحتوي على فيتامين او فيتامين دي وكالسيوم كذلك. يعني غنيه جدا بالفوائد. وعلى ذكر الجمال نوجه تحيه لزميلتنا ليلى، هي اللي دوك ننصحوا بها، ننصحوا ليلى بالبنجال وباش تاكلوا بزاف باش هي تحب اللي تزداد جمالا. أكيد. عن جمال وهي تحب لي روسيت هذو تاع تحب لي غوسيت، وانا وياها دائما في نقاش دائم على لي غوسيت تاع اسلام. اسلام نشكرك، شكرا كعادتك تقدم لنا دائما دي غوسيت بنان ومنافع غذائيه للمكونات الغذائيه اوسي مهمين للطفل وللمرأة وللعائلة ككل. أكيد. نشكرك والغدوة إن شاء الله مع مكون غذائي جديد. نخلكم مشاهدينا الكرام مع فاصل غنائي ثم نعود. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. الله عليكم مطرنا قاع الصديقة وتوميل على نسل العصيمة.
بعد هذا الفاصل الغنائي إن شاء الله يكون نال إعجابكم مباشرة لركن لجمالك مع زميلتي ليلى. ليلى صباح الخير. صباح الخير زميلتي زهرة. صباح الأنوار. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام وصباح الخير عليك أنت سيدتي. اليوم على غير عادة نجيب لكم وصفات باش تحضريها في البيت احسن ما نقولك تروحي للحلاق وكذا. اليوم جبت لك خبير تجميل وعنده صالون دو كوافور في دال ابراهيم اسمه فاشن كوافور وهو اسمه قصي جانا من سوريا جبنا بزاف امور معاه. مرحبا بيه يسلمك ونشكره قبل ما نقدمه نشكره على المشطه اللي دارها لي اليوم الاندولي هو اللي داره لي اليوم نقولوا يعطيك الصحه بروفيتيت فيه قولوا لي نروح ليه للصالون وكذا قلت له هو يخدمه لي اليوم في المقر. صباح الخير عليك قصي. صباح الخير. راك مليح؟ الحمد لله. مرحبا بك في ركن في ركن جمالك. اليوم حبيتك انت تعوض الفقره اللي كنت نقدمها انايا. الفقره هذه ما نجيب فيها خلطات كما قلت خلطات طبيعيه. هذه الخلطات الطبيعيه لعنايه بالشعر لعنايه بالوجه نعطي نصائح في هذا المجال. اليوم راح تتولى انت المسؤوليه وتنصح سيدتي المشاهده اللي راهي ماكله كتاب البيت انا جبت لك الحفاف حتى عندك هو اللي راح يقدم لك واش راكي حابه والنصائح اللي راكي حابتها. بلا ما تنساو ما نقول لكم بلي اي سؤال بعثوه لي في لاباج تاعنا تاع المقام تي في. قصي كسؤال انا البارح درت الشعر المتقصف والشعر اللي تلمو تكسر من تحته ولا ما يطوالش على السبب. شوفي السبب نحن منتبع زمان زمان ما كان عندهم دي برودوي ايوال كان عندهم مقص فهمتي صافي احسن شيء للشعر هو المقص لازم لانه يقول لك لازم تقص شعرك كل اسبوع كل شهرين منين كل شهرين قصي سنتي. كاين ناس تخاف سيدتي تقول لك انا شعري طويل ما نقطعوش بالعكس يزيد هو يطول الشعر يزيد يخلي الشعره تشرب فهمتي كيف؟ ما كنتش عارف هذه المعلومه. لا منيح المقص احسن من 1000 برودوي. انا نقول ممكن وكان نخلي الشعر الطويل نخليه يطول دوك يطول وحده بلا مقص بلا قلت غير الحمام الزيتي هو اللي يكفيه. لا العكس هلا نحن بيلعب دور كمان الحمام الزيتي فهمتي كيف؟ بس احسن شيء للشعر نحن هلا وقتنا جديد صار في برودوي وفي قصص بس ترجع الى زمان ما كان عندهم شيء وشعرهم شباب وشعرهم حلو وطويل المقص هو كل شهرين تقص شعره لو 1 سنتي يتولى يعني فورا فهمتي كيف؟ لذلك هلا البنت بتقول لك انا ما راح اقص شعري راح اخليه هيك ويتولى حاله يتولى حاله ما في شيء. هذه هي الفكره اللي عند كامل الجزائريين وكاع نساء العالم تقول لك انا ما نقطع شعري لان شعري دوك يطوال وحده يطوال باسكو المقص هو اللي خسره لي المقص دار لي فوخش. هي لا لي فوخش كما قلت ذكرت امس قلت انه لي فوخش اول امس قلت لي فوخش يجوا من السيشوار واللي سوغ والمشطه هذيك الرقيقه تاع لي فوخش. شوفي لي فوخش عندهم كثير اسباب ليجوا تقدر تذكر لنا البعض منها ايه الشمس تعمل لي فوخش المي بزاف المي كثير تعمل لي فوخش فهمتي كيف وانت نايمه بتجيك لي فوخش لما بتلبسي الحجاب ما بيتنفس الشعر بيجيك لي فوخش. هذه نصيحه لزميلتي زهره لانها دائما بالفولاخ اللي فوخش هو شكل عادي عايشين فيه صح هو كي تقطعي هذوك اللي فوخش كي نقطعهم لان لي فوخش عن كل انسان في عنده لي فوخش الزلمه الراجل وعنده لي فوخش نورمال. انا من داك نشوفها كرجال عندهم شعرهم يطول تمتم عوامل طبيعيه هي لي فوخش اكيد وكيفاش انا باش نتفاداوها اي باش كيفاش لازم عندك المقص كل شهرين نحي الان سنتي والحمام الزيتي انا كما ذكرت قلت زيت اللوز زيت الصبار وزيت الزيتون زيت الزيتون انا في دراسه درستها البارح كنت نطالع هكذا على بعض المعلومات نصائح للشعر قال لك زيت الزيتون تنشف الشعر لازم مواد اخرى تساعدها لانه انا دائما نحضر وصفات طبيعيه. شوفي هلا في عندك حمام زيت هذا لازم تعمليه في الاسبوع مرتين فهمتي ونقول لك انه في عند النساء يلي ما عندهم وقت اوكي اعمليه كل يوم خميس نقول حمام زيت ما يعادل ربع ساعه قاعده في حمام الزيت. والمكونات اللي تكون فيه؟ في عندك حمام زيت طبيعي مثل ما قلتي حمام زيت مصنع فهمتي كيف؟ وشنو هو اللي احسن المصنع ولا الطبيعي ولا؟ ما في احسن من الطبيعي اكيد ايه بس صح فيها هلا نزل جديد برودويات منيحه يعني بتعادل وانت تديرهم عندك في الصالون
ايه عندي. سيدتي المرأة اللي عاملة وتقدر انها تتحرك صانوتي عرافي ديال ابراهيم تقدر تروح تستعمل تقول لك انا ما نستعملش المواد الطبيعية ما عنديش الوقت باش نستعملها كذلك تقدر انها تروح عند قصيف ديال ابراهيم هو اغنى ويقول لك هو ادرى بهذه الامور يعني يقدم لهم العنوان قدم لهم العنوان اكزاكت باش اها في الدار ابراهيم حي البينا كي يلحقوا عندي غير يقولوا قصي معروف انا في خبي انا حي البناء في دار ابراهيم توجدوا تماك قصي وراح يلتقي بكم ان شاء الله سيداتي تفضلي ان شاء الله كيما الحلقه تاع البارح درت ايفاسور طبيعي درتو بالبيض وقرفه وزيت زيتون وابخي شامبوان يخرج علمي انا وحده سييتو هذاك وخرج لي طبيعي 100% ودرت فوقو لا كولور اسكو انت راك مع هذا الشيء طبيعي انا مع هذا الشيء بصح استني شويه لا هون عندك الشيء طبيعي انت عم تقولي للمراه يلي بالبيت بالبيت يعني اكيد يعني انا ما في داعي فهمتي كيف المراه في البيت عم تعمل شيء طبيعي خرجت منيح طلع لها شيء منيح احسن ما تروح تعمل برودوي بنقول ما بنقول تحرق شعر لاني برودويات هلا مثل مو مثل هذاك الوقت انه برودويات بدلت ما عاد في شيء بيحرق الشعر ايه اكيد فهمتي كيف ايه بس انه هو بس هذا هو تفكير المراه ككل سواء كانت جزائريه او غير جزائريه تقول لك انا لي برودوي شي مكانو ما كسروا لي شعري الامونياك اللي في الصبيغات كسر لي شعري ندير لاكيغاتين نخاف يطيح شعري لازم تشغل عندهم معتقدات انها هي اللي تخسر لي ماش تاع المواد الكيميائيه انا كذلك كما كل خطره نجيب نقول لهم ننصحهم انهم يديروا خلطات طبيعيه ونطبقها هنايا باش يستعملوها هما في المنزل ولكن اللي عندها قدره وتقدر انها تدير خلطات عند الحلاق تقدر تدير كما راك تقولي انت ما كاش مواد اللي تكسر الشعر خلاص هذه كانت قديم فهمتي كيف كان ايام انه الصبغه كان فيها سنسولفات فهمتي كيف قبل ما كانش سنسولفات كان كلهم في بيضروا الشعر سي نورمال يضروا الشعر فهمتي كيف والمش كيف كيف انه البرودوي تاع البلوندور يجي شغل مواد المواد اللي بتضر الشعر صح هلا هالوقت لا خلاص صارت الصبغه صون امونياك شامبو كيف كيف كل شيء بيتبع له فهمتي كيف صغل بدل السؤال فقط قصي اللي حابه نعرفه قال لك لاكيغاتين دي لا شوت تطيح الشعر طيح الشعر هكذا ولا سي ان تريتمون احنا على حسب ما نعرفوا الكيراتين تريتمون يعني شوفي الكيراتين تريتمون بصح لما انت بتعمليها بشيء زايد يعني عندك انت هلا عملتي كيراتين حتصبري عليها انت ما حتعملي تعودي على الكيراتين بعد 15 يوم تعودي بعد 15 يوم اوبليجي عليك يوقع شعرك يعني عندها مده محدده عندها فتره محدده مثل ما قلتي هاي الفتره لازم ما تعدي هاي الفتره تعدي هاي الفتره مثلا شحال هذه المده الشغل ماكسيمو شهرين ونص فهمتي شهرين ومقبلت سألتك زميلتنا قالت لك اسكو نقدر نابليكي الكيراتين وحدي علاه ما تقدرش تابليكي الكيراتين وحده لاني شوفي هلا بهالوقت صار انه كل برودوي عنده طريقه سبيسيال اكسي ايوه انه كل برودوي جديد نزل له في له طريقته للابليكاسيون فهمتي كيف وكاين ابليكاسيون في انت ما بتحسني تحت ابليكاسيون ليش يقول لك عند الكوافير احسن من البيت لاني الكوافير ما حيمثلك جلدة الرأس لأنها حيخليلك سنتي بين سنتي ولا أقل من سنتي المهم هو بطريقة الأبليكاسيون تبعه بيحوس به يعني بيدور أنه أهم شيء ما يمثلك جلدة رأسك عليها يقول لك ما يلزمش الكيراتين يمس جلدة الشعر أنا هذا استفهام نحب نسأله لأن إذا لمست جلدة الرأس حيصير عندك قشرة قشرة أيوة. تعمل لك سبب قشرة قشرة الكيراتين نورمال كلكم موالفين اسبوع هذاك الاسبوع الاول فيه قشرة ليش لاني الحفاف ولا الكوافير يلي ابليكا الحاجة الاولى عم يعبل جلدة الراس هو لازم يخليها ايوه لازم يخليها عشان انا بالي حاجة اخرى عم بالي شغل لازم كاين قانون ما يديروش في الغاسين باش ما يطيحش الشعر انا هكا جاي بونسي ماشي لا هو مو قانون ماشي على حساب البرودوي وعلى حساب الكوافير قصي حبيت برك نسقسيك على خصولات الشعر اللي يضيفوها الناس كاين بزاف من النساء تقول لي انا يا كان ندير ليكستنسيون في شعري يطيح نقولها باش تقول لي باسكو درتو باسكو كذا اسكو صح هذه المعلومه انه الشعر يطيح بالاكستنسيون هي شوفي صح بس تبقى يقولوا على طريقه شحال عندك هاي الاكستنسيون فهمتي كيف
فهمتي كيف؟ يعني في لها ثلاث طرق. في اول شيء عندك الخياطه اللي كانت قديمه اللي كنا بنشتغلوا عليها نحن يعني من زمان، خياطه، خياطه الشعر. كيف هالشي خياطه؟ خياطه بيعملوا الشغل جدوله بجدوا الشعر هيك ايوه وبيخيطوا فيه. أي. فهمتي كيف؟ والطريقه الثانيه اللي هي بكثره يعني الانو ليزانو. ليزانو والطريقه اللي هي احسن شيء. سيدتي كنا في طروح راح نطبق عليها مع قصرين ما بيزوروها ابتداء ابتداء ان شاء الله راح نزوروه في الصالون تاعو راح يورينا كيفاش اي حاجه تخص جمال المراه تيساج ولا كيغاتين ولا تاتو ولا اي حاجه تخص الجمال راح نطرقوا عليها مع قصي. اه فهمتي كيف؟ ايه يعني هلا مثل ما بتقول لك انه انا الاكستنشن هي بتطيح لي شعري. ايه الا انه انا مخر انا ما هو ديزاين ديزاين كان بشعره هل هذاك تاع شعره بشعره موديل اخر ولا ايه تاع شعره بشعره طبعا موديل اخر فيهم كيراتين بنفس الوقت بس يلي في نسبه كبيره ما بيعملوهم لاني بيست شغل مكلفه على شو هو وكان اكستنسيون يقول لك ممكن انك تسرحه ممكن انك دير له شعر طبيعي بصح ما تقدرش تصبغه بتصبغي كاين اللي يقول لك لا ما تقدرش تصبغه شعر طبيعي بينصبغ بيتفتح بينعمل شو ما بدك انت حساب لون شعرك بينعمل لك الاكستنسيون لكن في مرات يقول لك بلي انا ولا غير نشري تيساج نورمال ندير له بروشينغ وندير له اندولي وندير له كذا ندير له ليتور وشنو برك ما قدش نصبغه ايه هذا بيكون اشتريت شعر من طبيب نصيحه انه الافضل انتي عملتي شعر وانتي عملتي شعر انه مشان ما يبين لك عملي شعر طبيعي لان الشعر الطبيعي ما ببين انه عامله شعر طبيعي مثل شعرك فهمتي كيف يعني بيدخل مع الشعر بيعيش مع شعرك وشحال تقعد الصلاحيه تاع الشعر ولا عنده صلاحيه ما عنده اي صلاحيه بيقعد بيعيش 5 سنين 6 سنين 10 سنين شعر هو شعر شعر هو شعر فهمتي كيف وكذلك كاين راهم يركبوا الرموش ايوه اسكو انت راك تستعملها في لا شوفي هلا هاي حياة انا ما بستعملها عندي ما بشتغل فيها بالمحل بس مش تقدر تفيد السيده الماكثه بالبيت والسيده العامله اللي راهي حابه تستعمل الرموش الرموش الاصطناعية ايه شوفي هلا انا مشان الرموش انه مو عندي عندي الفكره بس انا بستعملها في المحل الصالون لاني لا ما تخش في العين يمكن انه 1% تخافي انه تهبط على الرمش يعني صح اذا هبطت على الرمش يعني انه بصير شوي مشكله علاه يطيح الرمش ولا تنام العين تنضر مواد سيدتي حاضري على نفسك لما تركبي الرموش الاصطناعيه ديري هذيك تاع البلاستيك وجوزي العرس ولا كي عارفه صادي بوكي الناس ولا غير عندها مرض هوس تحب شفرتيها يكونوا طوال تحب حواجبها يكونوا كذا ويحب شعرها تكون شغل تكون شويه ارتيفيسيال وشنو ما على بلاش بلي كاين اضرار بزاف لا انت ادرى بهذا الامر ايه هو عنده اضرار هلا مثلا الرموش الطبيعي ما تقصيهم سيدتي ناقص شفرتيه ولا غري طوال وحق الله هنايا ديجا عندي وكان يدير لي الزوم شويه المخرج تاعنا انا عندي الرموش تاعي نقطعهم بالمقص عادي انا نحب نكتشف قلت لك يعني اي تجربه يعني نحب نجربها لا جربتيها شخصيا نجرب ما ننصحش بها المشاهد لانه قال لك بلي من الممكن ما يطوالوش انا شخصيا نجرب كلش كل حاجه طبيعيه نجربها هذا هو المشكل تاعي ندير زيت الخروح فقط وندير هذيك على بالي بها معلومه بس حبيتك شغل نطور قلت بالك بالمقص يطوال لا ما يطوالوش حبيت نبدع لا مالي سيدتي ما تجربيش الامور ماشي 100% اللي نجربها خاطرك انا عامله نفسي فأرة تجارب
اي حاجه نستعمل نحبها كنقراها في باغ انترنت ولا نشوف نجربها اذا تصلح ولا ما تصلحش وبلا ما نسقسي نجربها هكا في نفسي وبعد ننصح بها الناس. مغامره مغامره اكيد اكيد لازم الانسان يكون مغامر ولا لا قصي لازم لكن ما كان... ليس بالامور الجماليه يا ريت. لا لا نغامر انا بالامور الجماليه. الجمال ما تمسي انا بعرف الشعر هذا شيء اساسي عند المراه يعني. انا بالي هو هو نصف جمال المراه كما قلت في الحلقه اللي فاتت. أيوة. قلت هو نصف جمال المراه. انا خصيصا نحب شعري انه يكون طويل لكن كانت عندي فكره قلت ما نطول ما نقطعوش باش يطول لي هكاك. باكي هدرت مع قصي قال لي لا لا لازم تقطعيه ان شاء الله لازم كي نجوز يشوفوني مشاهدينا كيفاش راح تقطع لي وتبدل لي اللوك. عفوا مشاهدينا طاحت الوساده نرفعها. كاين ثاني امر حبيت نسالك فيه انت ثاني دير تاتو تاع الحواجب. ايوه اسكو تنصح السيدات انها دير تاتو ولا لا؟ لا شوفي هلا التاتو صار انه يجي بمحل الكريون. كريون بمحل ما انه ترسم كل يوم تعمل تاتواج لمده سنتين. يقعد سنتين هو لك عامين يقعد لك سنتين واحسن ما كل يوم تقومي ترجعي ترسمي. كاين بعض النساء تقول لك انا يا لحقت انه نحي حواجبي ديريكتومون كاريمون بال هذيك باش يقولوا لها لاسيغ. كيفاش يقولوا لها لاسيغ؟ بالحلاوه. بالحلاوه زميلتي شكرا لك انت منقذتي. قال لك تنحي حواجبها بالحلاوه كامل تروح ترسمهم. هل هذه حاجه عاديه ولا غير عاديه؟ هذه حاجه طبعا غير عاديه. ايه تقول لك هكا نحي عاديه؟ لا لا ماشي انا جوستمون انا نعرف زعما بلا بلا بسمو تنحي شويه عادي عادي اي عادي بس شيء كل دي عادي ما بتعترفش ولا شيء. لا باش قول عندي صوت عندي ديفو انا في حاجه كي لازم نبدا يعني ترسم فوق فقط ترى عندها حواجبها ولا فارغين اوتوماتيكمون لازم هذا التاتو. دوكا ولات كيما هذيك تاع شعره بشعره كثير انا استعملها. وكاين الحواجب يعني هي الحواجب يعني انه ما بيبينوا ابدا انه راسمتيهم. كيفاش ديروها شعره بشعره؟ هل جاوك زباين عندك انت عندك صور عندي عندك؟ عندي صور وعندي عندي اجوني زباين شعره بشعره ان شاء الله كي لما تنزلوا لعندي بتشوفوهم كلهم ان شاء الله يا رب. وكاين بزاف ناس تقول لك شغل نحبوا نديروا لي تاتو نحبوا نديروا شغل انت دير اور لي تاتو تاع الحواجب. بعمل انه الحواجب بعمل تاتو يعني بشكل عام تاتو اي رسمه انك أيوة. تحطها تخبي. أيوة. وكذلك وش من الاشياء اللي تقوم بها انت في الصالون تاعك ككل مثل الماش لاكولور الصبغات الجديده؟ لي ماشي يقول لك ثاني طيح الشعر سختو هذا البرودوي اللي خرج جديد. انا اي حاجه نقراها يقول لك هذيك لا طيح الشعر وكذا. يقول لك لازم المراه كي تجي للدرمون لي ماشي دير زبده طبيعي. صحيح هذه المعلومه ولا لا؟ انا قلت كل حاجه طبيعيه نحب نضربها. شوفي انا اكذب عليك انه هاي الزبده سمعتها في الجزائر. فهمتي كيف؟ نحن عندنا المراه لا بتعمل زبده ولا شيء ولا هم يحزنون. فهمتي كيف؟ احنا جزيريين بطبعنا مبدعين. نحبوا نديروا الزبده الخل الزيت. سيداتي كونك طبيعيه ما تتبعش الحلاق هو راه يهرب لي انا في المتفرجين تاوعي ويقول لهم خطيكم الخلطات الطبيعيه وروحوا يعني ليه للصالون. يعني هو ادرى يعني على بالي بلي هو ادرى بصح هذه عادات احنا كبرنا عليها. انا كنت نشوف الام تاعي نادرا ما تدير شغل خصلات صفراء دير هذيك الزبده معاها نقولها واش دير خوني ندير زبده باش شعري ما يطيحش باش كذا. انا حبيت برك نتاكد من المعلومه وكنت سقسي البنات سواء هذوما البنات الجيل الصاعد اللي راهم يديروا لي ماش تحب دير شعرها بلون. كاين بزاف بنات تقول لك نروح مر الحفاف ما نجبد شعري ندير بس معك ندير زبده وبقولوا لي عليها. لا شوفي انا بتلحقي انه هي مثل ما قلتي تقاليدنا ربينا عليها. ايه اكيد فهمتي كيف؟ صافي انت ربيتي معتقدات وحنا صدقناها امنا بها. انت ادرى فيا انت ادرى فيا مني فهمتي كيف؟ انا بنصح انهم وبعد الماش هاي شغلات كل انت قلتي لي انا نحن ربينا ربينا. ايوه والله انا وليد هذا سوري مشاهدينا مش نتفاجئ نفسي كيما السيام ما السيام ولا هذا بزاف ما لحقش معايا لا نهضروا ربي نهضروا بصح زيدا نهضروا للموضوع كذا يديروا زبده. هاي شوفي انتوا ادرى فيا قلت لك ما بركش السيده نقولها سيدتي ما ديرش الزبده تقول لي سي بيزار كيفاش ما نديرش. ايه لا واش تنصح دير مول لي ماش يعني باسكو الشعر يولي الكتريك. ها ما تقرب على الشوار لمده شهر شهر ونص شهر وشهر ونص ولا تعمل له بحيث حبيت تعمل له سوان.
في سوان برودوي ما ديلوش حمامات زيتيه ولا ديلو وتعمل حمام زيتي عندك الخميس تعمله فهمتي ايه. كيف ما هو لازم يقولوا لك كل شيء كتر عن حده قلب ضده ايه كيف ايوه لانه السشوار وهذوك المواد الثاني ايوه. تهلك الشعر السشوار اكيد هلا بيهلك الشعر 100% هي شيء مفروغ منه فهمتي كيف بصح بنحكي انه على الشغلات عندك الحمام الزيت كل خميس يعني انت بتقولي لي ما بتعمل له حمام زيت شو يعني بمره المش بتصير تعمل له كل يوم حمام زيت لا هو مره واحده في الاسبوع فهمتي كيف على حسب هي الا كانت أيوة. تقدر هي يوميا ندير حمام زيتي دير حمام زيتي الا ما كانت تقدر انا هلا جديد نزل اسمه نزل امور يعني مناح للشعر لي برودوي مناح للشعر مره المش اذا بتحسن تعملهم بيقعد شعره مثل ما هو يعني اوف اسمه لا اوت كوافور المشطات تاع العرايس تخدمهم انت في الصالون تبعك أيوة. يجوك بزاف نسا يستعملوا الاكستنسيون يضيفوا شعرك بوستيش وكذا شوفي هلا انه صار مشطات هالسنه الجديده كلها سامبل سامبل السامبل هو دارج رجعوا هاك شغل كيما السوريين كذلك يديروا غير احسن الشغل كوافور سامبل ما يديروش ما يكثروش احنا نكثروا بوستيش ولا خرز الماكياج هذاك الاوفر انت دير هذاك الماكياج لا لا ما بدير هذاك الماكياج واش تنصح السيده بنصح هلا شوفي الاعراس هلا جديد انه نازلين عم بيعملوا كله طبيعي شغل انه مشان المدبيه انه بتقول لك انا الصبيه مدبيه اطلع طبيعيه في ليله عرسي لذلك عم تمشط كله سامبل فهمتي كيف ما يديروش هذاك البوستيش وهذاك لا لا بالعكس انه كله سامبل ومكياج ليجي مكياج خفيف كيفاش يكون المكياج ليجي مكياج خفيف انه شوفي هلا مثل الصبيه اذا في عندها دير هذيك دير هذيك الكوتوري دير تفضل قصي شوف الصوت تاعي مشاهدينا عفوا عليكم سيدتي كذلك الصوت تاعي راه رايح قبل احباس الصوتيه راهي مريضه ملهدره بزاف عليكم الله يسلمك نعدوا لموضوعنا تاع العروس ولا تحب انها تكون سامبل انا وحده نحب نكون سامبل في الطبيعي نحب نكون سامبل دوكا هو كي مشط لي شعري بتنقول قصي حبط لي هذه ما تكثرليش بزاف مانيش عارفه وعلى نحب يقول لك توسكي سامبل يبو كل حاجة تكون بسيطة تكون جميلة حلوة لذلك وش تنصح السيدة تقولها ما تكثريش هذاك المكياج انه لا هلا هي موضة انه شعرك يطلع لفوق بزاف هي موضة صارت قديمة من ايام نجلاء فتحي فهمتي كيف؟ هي موضة قديمة هلا صارت الموضة الجديدة كله حاجة سامبل ودوكا خرجت موضة تاع الخصلات هذوك اللي يديروهم انا امس البارح جيت ليك للصالون خدمت لي هذوك الضفاير هذوك اللي جوت كوتي علاه ولا دارج هذيك الموضة هذيك هي موضة رومانية رومانية هي طالعة الموضة هاي من الرومان فهمتي كيف فهالسنة بلشوا انه الرومان يرجعوا يطلعوا على التلفزيون هيك يطلع. ورجع شعبنا نحن الشعب العربي احنا نحبوا التتبع نتبعوا التلفزيون رجعوا يشوفوا رجعت الموضة مشيت هذوك كان اللي تخس هذوك الطوال ولا هذوك تاع الافريقيين ماشي اللي تخس طوال هذوك تاع الافريقيين لا لا الضفائر هذوك اللي جوت كوتي ايوا المدير الروماني انت مثل هذيك ولا الضفيره هكا تجي طويله ولا ايه هذاك مدير روماني مدير روماني تخدمه في الصالون ها انا ما بخدم ما طيب خدمت لي غير لي حصريه مش سيداتي قولي له انا بعدني لي ليله باش تجي دير لها هذوك الخصله مواصله ناكل صفارتيه بزاف ارضيهم في فتره ناكلهم ممكن ندير زعما ندير اظافر ثاني يجيني شغل نحب ناكل هذاك الجعل يجيني شويه صعيب مانيش عارفه علاه عندي عادات غير طبيعيه سيدتي سورتو تاع العمل كيما انا دوكا ما نقدرش ندير جال وحده
لان الاظافر تاعي سيدتي ماشي طوال كابسول. أيوة. لي كابسول اظافرك تعبانين شويه. الدارج راهو هذاك الموديل تاع الساحره يجي طويل ولا الكاري للايام العاديه؟ الكاري ولا الطويل؟ وشنو هي الالوان اللي راهي دارجه هذا في هلا الصيف له الوانه والشتاء له الوانه. الوان الصيف اللي فخانش وما شابه مثل الابيض فلاش ولا الابيض وفلاش جو البحر كيف الموف التشيني الاورانج. قلت لك ولا جزائري قال تشيني سيدتي تكتشفي كل جماعه قصي الاورانج. وكان انا حبيت ندير لون كيما يقولك غوز فلاش. نحب هذاك اللون بزاف. حبيت ندير كيما هذا اللي راني لابسته في هذا اللون. حبيت نديره كيفاش يخرج على درجات ولا لا؟ لا بيخرج لك فورا. ماشي تالي تابليكي عندك عندي خبيره الاظافر. وانا سمعت انه قال لك لي كابسول كي ديرهم يحفروا لك لهنا الاظافر. انا وحده كنت نعاني من هذاك الامر. ايوه على حسب اللزقه شو بتشتغل في اللزقه. على بالك من داك كي نحي هذوك الاظافر يتكسر لي هنايا. هنا يصرى ليك شغل تقعد لي شهر شهرين ثلاثه. في بيشتغلوا بلزقه شغل نوع رديء فهمتي كيف؟ ثاني لزقات كاين ماركات تاع الاظافر. ايوا لا لا لزقه معينه. هلا انت مثلا لزقه الدفاتر ولا الكاييهات ما تقدريش تحطيها على الاظافر. اكيد فهمتي اكيد اكيد. وهذا الغلط اللي بيصير عم يديروا تاع ايوا انه بتعمل لزقه عاديه مشان يوقف لها رخيص لها ايه وتدخل مصاري اكثر فهمتي كيف؟ بتحط لزقه عاديه تقول لك لازم تبيري في ذوك الزبون وما تعرفش. لا الزبون تعرف ان الاظافر تبع كاين سيدات تقول لك انا كل يوم نكبر ولا نكره ولا نكره نكره كيف تصور هذه الصور هذه نحاولها تحت وتخلي هذه الاثار تاع الاثار الجانبيه اللي تصرى لك بالاظافر انها يطيروا يطيروا تدخل هذه الاظافر من اي حد اي حد تجي فيها. انا وحده انا مسكين كي زعما هي الاظافر وانا سيدي في الباب مغلق عليها عليها من واليش ما تنعملش نحافظ عليها نروحوا عند قصي ان شاء الله. لازم نروحوا له زياره للصالون تاعو نشوفوا الاظافر نشوفوا كل التساؤلات اللي راهي في راسكم وحابين تعرفوها. حبيتوا تعرفوا على الالوان كولوراسيون تاع الشعر. ديجا ما سقسيتك شنو هو اللون الدارج للشعر؟ الروج الاحمر. سيدي شتي قلت لك انا يا راني في ركن الجمال وانا راني في الفاشن كيما قلت في الفاشن اكيد راني على المستوى ولا راني في ها راكي توب يعطيك الصحة. هذا كله من تعبك وتعبيدك. نقول لك سيدتي تابعينا في الحلقة القادمة ونشكر الضيف تاعنا قصي اللي راح من التاريخ من اليوم فصاعدا عفوا من اليوم فصاعدا نروح نزوروه في المقر تاعو في الصالون تاعو نكتشفوا أكثر نطبقوا كل حاجة فيها طبعا نروح نجربوها ونشوفوا رايكم واش راح يكون. ما تنساوش انكم تشوفوا اسفل الشاشه يخرج رقم الهاتف تاع القناه وفيسبوك تاعنا ولاباج تاعنا باش تتابعونا وتعطونا التساؤلات تاعكم. شكرا لكم مشاهدينا ويعطيك الصحه قصي وشكرا لك زميلتي زهره. شكرا ضيفك لنهار اليوم. اما انا مشاهدينا الكرام خليكم ايضا مع فاصل غنائي ثم نعود الى ركن كل يوم كتاب. Serre-toi vite ou on va vite passer ton tour. Trace ta vie comme ton coiffeur, tes contours. Trace-t'y vite, tire ton bout, dis ton frère tourne. Fais pas
ta vilaine cousine, machallah tu y es père. T'habilles pas en rouge, connais des taureaux dans l'arène. Cousin beau gosse, fais pas le bolos. Sois féroce, pour le ref la petite race. Ton père c'est Rick Ross, né al chétan. Arrête mon boucan. Erre ton faussaire, sois le meilleur. Et qu'on fasse en personne, soit ton payeur. Le son il est smine, il est lourd pour les clubs. J'ai la dalle comme Wahid du comédie club. La fatah ma madame, tu la kiffes. Comme Scalpo, Fiché, oh tu peux siffler. Fais pas la meuf accompagnée si tu siotes là. C'est pour passer inaperçu que tu t'es habillé comme ça. Hubbletine et mon destin, Najid Belnia. Retourne-toi, tous les yeux sont braqués sur toi tous. Ça fait pareil, la même coupe, tous raka. C'est moi ou Ika, il ferme la clim gros. DJ balance, you can voir que je me réchauffe gros. La chicha n'est pas finie, comme les baraques de chez nous. Tilly, bienvenue à l'hôtel près de chez nous. J'aime pas, j'aime pas, ton visage est comme le sumch. Tu rates à l'OGB, ça vaut le coup, tu payes ton cube. Hadi fi khatar nessa ta. Et si on amende, ça me rend fou, frère. Nos femmes, elles sont belles, elles sont bio, frère. OGP featuring Mohamed Lemine. Scalpo, vise son belle vitamine. Choufou, ane, wesh, srali. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل الغنائي مباشرة لركن كل يوم كتاب. كتابنا لنهار اليوم مشاهدينا الكرام الأمير عبد القادر، حقائق ووثائق بين الحقيقة والتحريف، للكاتبة الأميرة بديعة الحسني الجزائري. إذن كتاب لنهار اليوم هو الأمير عبد القادر، حقائق ووثائق بين الحقيقة والتحريف. نشكر المكتبة الوطنية للحامة، ونشكر أيضا المدير العام للمكتبة الوطنية سيد ياسر عرفات. بهذا الكتاب مشاهدينا الكرام وصلنا لختام برنامجنا لنهار اليوم. تحية مني أنا زهرة، تحية من مخرجنا خالد زعطوط وزكريا آتي. نتلاقاو إن شاء الله غدوة إن شاء الله في موعد جديد وفي أركان جديدة لتنفعكم وتنفع عائلتكم. سلام وبقية نهار طيب.